ما حكم حرق السلع؟ إن كنت تقصد بحرق السلع شراء السلع بالتقسيط من شخص ثم تبيعها لآخر بسعر أرخص، أنت مسؤول عن سداد الدين، أنت تضر نفسك فقط، أنت تضر نفسك، أنت مسؤول عن سداد الديون، فلا نستطيع أن نقول إن الشخص إذا اشترى سلعة من شخص بألف إلى أجل وباعها لغيره بخمسمائة نقد لا نستطيع أن نقول إن هذا حرام، لكن